مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم بحلقه جديده من برنامج قصة طبق مع زرميك. اليوم مشوارنا حيكون الى امريكا، رح نتعرف على قصة جديده وعلى اطباق عديده ومتنوعه. معروفه بامريكا بيقولوا اكل الفاست فود، اكل السريع، بس هاي معلومه خطا. بيرجع لنا نحن اللي بنختار المكونات، نحن اللي بنطبخها ان كان بطريقه صحيه او بطريقه مش صحيه. شو رايكم نروح مشوار الى امريكا نكتشف ثقافة المطبخ الأمريكي ونرجع إلى مطبخنا ونحضر الطبق بطريقة صحية مغذية ونفس الوقت سريعة؟ تتميز بعض أطباق الدجاج الأمريكي باستخدام الأعشاب والتوابل التي يستخدمها الهنود الحمر والمستوطنون الأوائل. وبعد أن انتشرت الطريقة وجد الأمريكان ميزة أخرى تعطي نكهة ساحرة لطبق الدجاج، وذلك ببقاء الدجاج مع التتبيلة في البراد لمدة طويلة قد تصل لثلاثة أيام، وهو سر التميز. مشاهدينا كان مشوارنا على امريكا. دائما معروف في مطبخ امريكاني انه بيحضروا اكلات فاست فود، اكلات سريعه، بس هيدي معلومه مش مزبوطه. بيرجع لكم كيف بتحضروا اكلاتكم. دائما اذا انتم بتنقوا مكونات مغذيه، مكونات اللي فعلا فيها غذاء، هيك بصير حياتكم صحيه اكثر وبيكون اكلاتكم عم تطبخوا ببيوتكم لاسرتكم صحيه. بيرجع بايدكم الخيار. انا عندي تشكيله واسعه من الخضره اللي حب اشويهم بالفرن. طريقة سهلة ما بيعني انه اذا نحن مقلينا ما حطينا زيت او ما حطينا سمنة بيكون اكلنا مش طيب، بالعكس هي معلومة كمان غلط. اذا نقيتوا المكونات المضبوطة وحضرتوها طبختوها بطريقة صحية بتطلع اكلكم بجنن. نفس الوقت لما تتعودوا عليه حيكون صعب عليكم ترجعوا تغيروا. كمان معروف مطبخ الامريكاني انه بيحضروا دجاج كامل او حبش، حبش العيد ديك الرومي. بس حبيت انا اليوم نقي الدجاج الكامل من هون. هلا رح اعطيكم ليش نقيت هيدا اللون، هيدا النوع من الدجاج، واذا لاحظتوا كمان لون الاصفر هيك لانه مغذي بالخضار خاصه بالذره. بس قبل ما نكمل قصه الدجاج خلينا نبشر حتى نقطع هالخضره لانه حياخذ معنا وقت اكثر. عندي هون الجزر اللي قشرته رح اقطعه بهالشكل بالطول، ودائما اي نوع من الخضار اللي عندكم عم بتحضروها قطعوها كل وحده منهم بشكل معين. اخلطوا الالوان مع بعض، ولانه قد ما خلطتوا الالوان قد ما تفتح القبليه. وحتقولوا لي ليش الكيوي بالاكل؟ كيوي نوع من الفواكه اذا استعملناه نحن بالاكل حتى باللحمه او بالدجاج بيعطي هيك طراوه للاكل، بطريقه غير مباشره بيعطينا هيك نكهه كثير مميزه. كرمال هيك حبيت انا ضيف الكيوي. راح نحطها هلا، حتشوفوا الطريقة اللي راح نحطها. وراح اخذ فلفل حار الأحمر، صار عنا تشكيلة من الألوان. عندي هون الفليفلة الخضراء راح خليها بهالشكل. صار عندي هون مكونات كاملة. راح اخذ الصينية عادي، راح ضيف فوق منهم الجزر، البطاطا، راح خلي قطعتين من البطاطا وقطعه من الجزر، وهالفليفله كمان راح احطهم هون بهالشكل. راح ضيف فوق منهم حبات الثوم اللي قشرتهم حضرتهم، فلفل حر الاخضر والاحمر، راح اعملهم هيك بيعطينا نكهه كثير طيبه ومغذيه الحر، والبصل بهالشكل. صار عنا الخضار هون بهالشكل. رح اخذ روزماري اكليل الجبل، رح ضيف فوق منها تناخذ النكهه. اذا لاحظتوا نحن ما بنحط بهارات، حتى اكلتنا ما فيها بهارات، ما ضروري نحط نكتر البهارات حتى يعطينا نكهه بالاكل. مكوناتنا مع اعشاب الطازه بيعطينا الاروما الريحه الطيبه مع الخضار مع بعض مع نقطه من الزيت الزيتون الطبيعي، صار عنا اكل شهي وصحي. راح احطها بالفرن حتى يتحمر معنا
قطع الخضار، ونحن خلال هالوقت رح نباشر حتى خبركن قصة الدجاج. رح اخذ الثانية من هون. رح ناخذ هلا دجاج، عنا هون الدجاج الكامل، إذا لاحظتوا كمان لون الأصفر، لأنه أنا بنقي دائما مكوناتي طازة مغذية. رح اخذ حبات الجزر والكيوي، راحتهم بهالشكل، هيدا النوع من الدجاج كمان مغذي بالخضار، خاصة حبات الذرة اللي ما فيها هرمون، الدجاج صحي، بحب هيك أعطي شوية لون. صلصة الطماطم اللي عندي إياها رح ضيفها هيك من فوق حتى لما يتحمر بيكون لون حلو. اخر شيء رح نقطة زيت زيتون، رح اخذ الخيط اربط من هون لانه اذا لاحظتوا حتى ما يطلع الخضره اللي نحن حطيناها يطلع لبرا. نربط الاجرين بهالشكل. نرجع بنظبط الخضره بنحطها عاديه، ما زدنا عليها اي مكونات زياده. راح اخذ بس هيك شوية يعطيني نكهه اكليل الجبل فوق منها، ونقدر زيت زيت الزيتون. صار عنا الدجاج هيك محمر بدون ما نحطها بالفرن، حسيت انه هيك بتفتح القبليه بعدها ني. تخيلوا شو حتكون طيبه وقت اللي نحن نطبخها بالفرن. راح احطها بالفرن بضع دقائق حتى تستوي معنا الدجاج. حتى ينطبخ معنا اكثر الدجاج والخضار اللي حطيناهم بالفرن، حب يحضر صلصه كثير طيبه ومعروفه بامريكا، يلي صلصه الحلو والمالح السويت، يلي خليط مع توت البري وكمان مع الكرز. الصلصه اللي بحضروها اجمالا مع دجاج او حتى طبق الحبش او الدجاج الكامل الشعب الامريكا. رح سخنها بشوي من هون، رح احطها على النار حتى يعطينا النكهه الطيبه، خاصه الشرائح الدجاج لما نقطعها معه بيطلع كثير طيبه صلصه. ناس في منهم بيحبوا يكون طعمة السويت وتصور مع بعض، وفي ناس ما بيحبوا، هيدي خيار. كرمال هيك ما رح ضيف انا فوق الدجاج، بس رح خليها هيك على جنب. قليل هيك بنسخنها شوي بضع دقائق، ورح نطفي النار. خلال هالوقت صار عندنا الوقت حتى نشيل الدجاج الطيب والخضره المشويه من الفرن. شوفوا هاللون الحلو، شوفوا هالدجاج الكامل، فعلا تفتح القبليه. راح اخذ كمان الخضره كثير بتشهي، بتفتح القبليه. صحنين صار عندنا جاهز، خليني اشيل هيدي خطة هون هلا نرجع منزين. هلا راح اخذ انا الدجاج الكامل، حابه اليوم جربت يكون طاولتنا هيك شوي تيم يكون امريكاني اكثر. حبيت استعمل خشبات التقطيع، خشب اللون البني، وكمان من تحت المرايه. راح اخذ انا الدجاج الكامل اللي شويناها، حطينا معهم الخضره. راح خليها هيك عشان تشوفوا اكثر. من هون راح اخذ من الخضار اللي شويناهم حضرناهم. بحب اعطي جمال للطبق اكثر، زيد عليها اكليل الجبل من جنينتنا الصغيره بهالشكل. خلينا نحطهم نقطه زيت، نعطي لمعيه اكثر لاكليل الجبل. واجا الوقت للصلصه الطيبه والشهيه، بس حابه قلت لكم بدي احطها بطبق هيك على جنب، بس حابه افرجيكم اللون، لون بهالشكل. اذا بتحبوا خلينا نجرب هون نحطها بس على الخضره تتعرفوا تشوفوا اللون اكثر، وفعلا ريحتها كثير بتشهي. راح احطها هون بالطبق. راح اخذ كم قطعه من الخضره بصراحه حتى هون، حتى اذا حبيتوا تتمتعوا بالطعمه فيكم تتمتعوا. هيك بحب ارجع اذكركم حضرنا الدجاج الكامل اللي مغذي بالفيتامينات
وكمان مغذى بالخضار والحبوب. حطينا الخضرة المشكلة من الجزر، من البطاطا، وفليفلة خضراء وحمراء، هيك خلطنا الألوان مع بعض. شفتوا انه اكلنا كثير صحي، شفتوا انه كمان حضرنا بطريقه كثير صحيه، والمكونات كمان غذاء كامل. استفدنا من بروتين، استفدنا من الفيتامينات، واستفدنا من النشا، من البطاطا، كامل مكمل غذاء حضرناها من مطبخ امريكاني. هيك صرتوا عرفتوا انه مطبخ امريكاني منا مطبخ يلي بنسميها او معروفه فاست فود، بالعكس اكل صحي، بس بيرجع لكم كيف المكونات او شو المكونات يلي بتنقوها. رمضان كريم، بشوفكم بكره.